من الموت ده قضاء الله يعني. نفسي انها تستريح. صليت لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. مفاجأة من العيار التقيل بيعلنها الزعيم عادل إمام، وفيديو مؤثر جدا جدا نشره على صفحته الشخصية، وكتب رسائل ويعني حاجات صعبة جدا، واعترف بمواضيع عن سمير صبري. مين هي زوجة الفنان سمير صبري المصرية اللي اتزوجها وجاب منها ولد؟ ده غير ابنه اللي خارج مصر. تفاصيل كتيرة قوي اعلنتها الكاتبة شهيرة النجار، هنسمعها وهنشوف بالفيديو. كمان يسرى في كلامها عن الزعيم عادل امام قالت ايه بعد اعتراف خطير. ده يسرى هي حبيبة سمير صبري، ده اللي هنسمعه مع بعض في الفيديو، ومفاجأة زي ما قلت لحضراتكم. في البداية كده عايزة أطلب من حضراتكم الدعاء بالرحمة والمغفرة للفنان سمير صبري. والناس اللي هتشوف الفيديو طويل وبترغي ومش بترغي، يا جماعة ده الموضوع، أنا هتكلم على قد الموضوع، اللي مش عاجبه يكمل الفيديو، شكرا على راسي إن حضرتك دوست بس عليه، يعني شكرا جزيلا. هنبدأ كلامنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وكمان ياريت لو أول مرة بتشوفونا اللايك الحلو بتاعكم، وكمان الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. لما نتكلم في موضوع منتشر على كل وسائل السوشيال ميديا وحقائق بيتم الإعلان عنها، بعض الناس شايفة ان ده غيبة ونميمة. طب ما حضراتكم يعني بتتكلموا في الموضوع، وحضراتكم بتحبوا تعرفوا معلومات، احنا بنقول ما نشر، واحنا ما بنقلفش حاجة من دماغنا. مقدمة طويلة بعتذر عليها قوي قوي. الفنان سمير صبري رحمة الله عليه بعد ما توفى الناس كلها بتتكلم عنه، يمكن قبل ما يموت ما كانش في حواليه الجدل الكبير ده، ولا كان حد بيجيب سيرته تماما. من بعد ما مات شفنا ناس كتير بتتكلم عن مين هي زوجته، خصوصا بعض اعترافات كتيرة جدا جدا من بعض الناس ان هو عنده ولدين، ومنهم ابن من الفنانة سماح أنور. سماح أنور عندها ولد؟ عندها ولد. في شبه من سمير صبري؟ ده في شبه كبير قوي ما بينهم. في البداية قالت أنا متبنياه، ورجعت بعد كده قالت ده ابني من راجل طيار توفى وابني عنده سنتين. طبعا ده أدهم ابن فنانة سماح أنور. كلام كتير واعترافات كتير، ومجازا يعني ان هو ابن الفنان سمير صبري. ايه اللي يمنعه يعترف بابنه في حياته؟ ايه اللي يخليه يعيش حياته كلها داخل فندق مش لاقي حد معاه؟ عاش في فندق يا جماعة علشان الناس تحس بيه، لو مات ريحته ما تطلعش، ملقاش حد في جنازته ولا في عزاء. دلوقتي الناس كلها طمعانة في ورثه، وكل واحد يطلع في يوم يقول ده أنا ابن عمه، ده أنا ابن خالته، وهو أوصى بتركته بالكامل يتم توزيعها على أبناء خالته. معقولة يكون عنده أولاد ويحرمهم من الميراث؟ طب إيه الجحود ده؟ طب ليه؟ طيب في رواية تانية بتحكي وبتقول إن الفنان سمير صبري ما عندوش ولاد وما كانش ينفع يتجوز، والكلام ده تحتي مليون خط، إن هو قال عنده ولاد علشان حاجة واحدة يمنع الكلام الكتير اللي كان بيتردد حوله ان هو ما بتجوزش. يمكن في قبل كده شفنا له لقاء واتكلم وقال ده انا ما فيش فنانة ما علمتش عليها. الكلمة دي طبعا سقطة في حياته، مش حاجة كويسة، بس هو كان بيحب يتكلم كده علشان الناس ما تحطوش في خانة تانية. معظم الناس ممكن تكون فاهمة اقصد ايه. ايه علاقة الفنان الكبير عادل إمام بالفنان سمير صبري؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو. عادل إمام من كام يوم، من يومين بالتحديد، نشر فيديو فيه كل الفنانين اللي توفوا كانوا أصدقائه، من رجاء الجداوي لسمير صبري لسمير غانم للفنانة دلال عبد العزيز، يمكن أحمد زكي كمان كان محطوط داخل الفيديو. ناس كتير قوي لسه ميتين الفترة الأخيرة، وقال وداعا أصدقائي جميعا، وكان نشر فيديو ان هو بيعيط وماسك المنديل وبيبكي. الفيديو ده اثر في ناس كتير وقالوا طب ما تاخد بالك بقى يا زعيم، شكل الدور عليك، يعني انت اللي عليك المره الجايه. هو مين عارف مين هيموت قبل مين؟ يعني انا ممكن اكمل الفيديو، انا ممكن ما اكملوش علشان نجزم ونقول ده فلان هو اللي هيموت او هو عليه الدور. تختلف او تتفق مع عادل امام، هو انسان وضحكنا كتير قوي، وكمان هو فعلا علامة مميزة في الكوميديا، في الكوميديا بعتذر، بس ممكن نختلف معاه في بعض الاشياء.
عادل إمام صرح على نفس كلام الكاتبة اللي أعلنت تفاصيل مرعبة إن الفنان سمير صبري محبش في حياته غير الفنانة يسرى. يسرى؟ آه يسرى يا جماعة. وده اللي عادل إمام في بعض التصريحات قال ده سمير صبري كان بيحب جدا يسرى بس برضو ما تجوزهاش، زي ما كان بيحب سماح أنور وأيضا ما تجوزهاش. عادل إمام اتكلم وقال ان الفنان سمير صبري كان خدوم جدا وعمره ما اثر مع اي فنان او حتى خارج الوسط الفني. انتوا بتتكلموا عن ابنائه، لو هو فعلا عنده ابناء ايه اللي يخليه يتحرموا من والدهم؟ ليه انا ممشيش جنب والدي واتفاخر بيه حتى لو كان مجرد عامل او ايا كان هو على الراس؟ طب ليه سماح أنور طلعت وكذبت كل ده وقالت ابني أدهم ده ابني أنا، ووالده توفى وهو عمره سنتين، وأي كلام في موضوع سمير صبري أنا كان نفسي أتجوزه ولكن ما حصلش ما بيننا نصيب، سنوات طويلة قوي من الحب ما بيننا والخلاف، بس انتهت كل الخلافات قبل وفاته. كانت مصدومة جدا 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 بوفاة الفنان سمير صبري. انا يمكن اظن والله اعلم ان يسرى ملهاش علاقة خالص بسمير صبري على حسب كلام عادل امام او حتى الكاتبة اللي اعلنت هذا الكلام، ولكن كلام محمد عشوب. محمد عشوب هو المكير وجار مقرب جدا جدا وصديق مقرب من الفنان سمير صبري. قال يا جماعة هو كان بيخلف وعنده ولدين، ولد اسمه جلال خارج مصر وهو طبيب، وولد داخل مصر ابن فنانة شهيرة وصديقة مقربة، والوصية ما بينهم انه كانت الفنانة دي تعترف بابنها انه ابن سمير صبري، وهما متفقين على كده بس بعد وفاته. كلام ما يدخلش اي عقل ولا اي دماغ. طب ليه انا استنى اموت علشان ابني يعرف ان انا كنت والده؟ ليه؟ ايه السبب انك تعمل كده يا استاذ سمير؟ ده لو هذا الكلام صحيح، على الرغم ان انا برجح ان هو فعلا ملوش اولاد، لانه في حواراته الصحفية الكثيرة كان دايما دايما يعني بيقول ابن اسمه حسن ومرة يقول اسمه جلال. زي ما حضراتكم شايفين الكاتبة شهيرة النجار هي نفسها اللي اعلنت وقالت ان هو كان بيحب الفنانة يسرى جدا جدا وكان عايز يتجوزها، والكلام ده اعترفت بيه مع الاعلامي عمرو اديب. يا ترى وجه الحقيقة فين؟ حاليا الزعيم عادل امام زي ما قلت لحضراتكم نشر الفيديو، وناس كتير بتدعي له بالشفاء لانه بمر بوعكة صحية شديدة قوي من بعد خصوصا وفاة سمير صبري، ومتأثر بوفاته جدا جدا لدرجة ان بعض الناس بتقول لا شكله هو اللي عليه الدور. محدش بيقول مين هيموت قبل مين، لكل اجل كتاب. ربنا يرحمه وربنا يغفر له ان شاء الله، يرحم موتانا جميعا. انا بشكركم شكرا جزيلا، سلام عليكم.